ارتاح. حاضر. بطلوا يتعزز مع المحابس. ما بنفعل، ما بنسوي. كذابين اقول لك، بطل البعزة. افهم؟ ارجع محلك. كلام والله. لا يعني ما في حاجة للداعي في المسألة، يقولون كبير. بس الوالدة مريضة وانا هنا يا اخي محمد. خير يا ولدي خير. الله يشفيها. والصبر، الصبر جميل. وبعدها لا تقلق يا ولدي ولا شيء. كذا بتقول لنا به ناس جو من المحل حقكم عشروا لها توا من هنا، وان شاء الله ما عذر من خير. بس ان شاء الله مثل ما قلت لك الوالده مريضه وانا هنا. خير يا محمد. انا لله وانا اليه راجعون. خليك مشدود يا محمد. الدنيا نهايتها مشاكل. خير. ارتحني يا ولدي، قوم وقنبر لك شويه هنا. قوم. اسمع يا ناصر، انا شدخل بالعلم اجابر محمد سعيد، انا قصدي نطمن على سلامة امك وانت قدوك. سير بسر حسين والخبر ما قد فعله، بس على ما اتفقنا. ها بس انا قلت انا خايف على الرسالة، وانا والله نقلق مثلك، لكن سير بسر انا خايف لا عاد تقع الرساله في يد الخبره. بين بسر الشاوش اليوم صوره المشي سوا. لا توكل على الله. قل لي يا بركتنا، من أخذ بصيرة جربة الجرف؟ أينه؟ هذه في وادي ثعلب. حق نشوى. أي النشوى؟ كدي حكينا. ما أدفع لك البصيرة وقلت كل شيء في يده. فإذا رجع حمود نشوى وطالب بحقه وقتل قيمة في بطن مرته لطفية. ومن اي حين بتشغلك هذا الامر يا قاسم؟ ولطفي قد سندت لك بالقيمة وقد حقها عندها. هذا صحيح سندت لي، بس انت تريني سندت لي بخط يدك. ما هو يا قاسم، اليوم الاول بتقول لي عزايمك ودعواتك، وانت تريني عزايمي ودعواتي
هي اللي اديت لك وادي العقب كله ودخلتك في وادي ثعلبه. واليوم تقول لي بخط يداك وكل السندات والبصائر بخط يدي، الا اليوم خط يدي ما بشلبتي. يا بركتنا انا قصدي حياه وموت. صدقت فليشتي حقي، لا تورق لي ولا تسند لي. حقك يجي لا عندك يا بركتنا، صدقني ايجي بالمثني. ليت والله وانتصتوا يا قاسم. انا قاسم ابو الليل يا حج علي، قصدي يا بركتنا وصداقة العمر ما عطضعش في لحظة نزق. فالحين انا في جنان نجوى عايزيق عقلي، عايزيق عقولنا وكلنا. انت لا عاد يزيق عقلك ولا شيء، كفايه انا عايزيق عقلي. ما رضيت رحلاك، جالس بعدها ولا رضيت تفلت فاضم ضمن مصلاح. فانت داري ان القريب كلها داري بما دارين يا بركتنا. بيقولوا ان انت سبب في موت مصلح. فالحين دبر نفسك معانا شواء. مفعال لله يا فاطمة والكبرى لله. لو كنت تعرف السلام كنت خليت خلق الله سالمين في بيوتهم آمنين بأمان الله. يشهد الله علي يا فاطمة ما كنت معتدي. فالحين ما جابك يا أبو الليل، ما يكفيكش ما فعلت بناه، خليك مكانك يا أبو الليل. حاضر حاضر يا فاطمة، بس حميش مصيح وليا. عتقول لي ما تشتي ماشي رحلك في حالة أو بتترضيني يا فاطمة، وأنا جيت بكل أشتيرش الخير. وبعد انا مستغرب الناس بياكلهم الوقت وانتي كما انتي احلى واحلى. قاسم استحي على نفسك وبون كلامك يا كبير القريه وعاقل القوم. انقر كلمتين يا فاطمه، بس كلمتين اسمعيهن مني وبعدين مشتيتي. انا والله العالم قلق علش، العجوز مريضه وانتي عايشه لوحدش، وابن الماضي عمر ما عايطلعش من الحبس، وحرام حرام هذا الجمال يحرق يا فاطمة. وبعدها يا قاسم؟ الحمد لله بدأت تسمعيني. وبعدها يا أبو الليل؟ ابن الماضي ما كان معقل الفقر، وبعدهم كانوا يحبسوه على سب
عسكر الدولة يومين ثلاث وأنا كنت شاشفع له، لكن واتفي ناص الراشد وخبرته وهولا قضيتهم قضية. أنت كنت عتشفع له؟ أنت يا قاسم وجيت اليوم بعد هذه السنين تقول لي هذا الكلام؟ عموما ذا الحين فكري في نفسك، ما رأيش إن قصدي لو نخلي بركتنا يفسخ سبيلش عند الحاكم وعطيه الله ورسوله. لا تخبطي لا تخبطي يا فاطمة، فكري بس، أنا مش ديش جوابش ذا الحين. إيه يا فاطمة لو تعرفي قاسم أبو الليل على حقيقته لا تغيري رأيش فيه. أنت بعقلك محمد سعيد طالت الأيام أو قصرت أي فرج الله عليه وأي أخذ حقه بيده يا قاسم، وفقره أفضل من جنتك. فاطمة صدقيني عدن دمي، ابعد يدك سلكني يا مجرم يا Thank you.
وعليكم السلام. قلت لك ان جنانه عايزيخ عقلي ما صدقتني وانك جالس مفورد. فانت كنت قلت لي انك عتتصرف. لا الحين عتتصرف لا الحين. وانا عاد اوريك من هو علي. عليكم السلام. وين ابوك؟ احنا والمغوايه ابي قد وهدرنا الحبس للمياه قاسم المو احنا محتاجين له. وين المنقع؟ حالك يا حمود؟ هيا حتتحاكى وتبطل المغادة ولا ابحك لك الجن من راسك. لا الحين نتأكد من جنانه. ما بيعقلش. تقول قتل الجن خرجوا من راسه ولا كان فيها مبخوت؟ أصلك الجن الملك. اليوم ما بقي معك محمد عمره في السجن وابوك وذهب تبسره ولا حد جو مرشد الله يرحمه. ما معك يا مدبر الا امك. افعلي ما تشتي وخليني من الداويه. بس ابعدي يدي شنتي والحج علي من ابي. ما له بركتنا. وذا رد ابوك بدعوته الصالحة للبيت بدخلتها الجن سنين. وانت اذا كنت بتحب ابوك يا عاصي والديك دي البصيرة. وانت داري
اني وركت لقاسم اي احفظها الباري. قلني من اين على تفعله؟ اسمعي انت رهنتي الارض عند قاسم ومتالش قاسم اكلها الحج علي ذلحين وقد قلتلش الف مره ان البصيره ما هيش عندي. تعوذ من الشيطان يا علي ودي البصيره. والله العظيم ما لي علم اين البصيره. انت بتصدقي هذا الدجال الملعون؟ انت الملعون يا كافر. خيرة الله عليك لا تخليني شديع عليك. الدعاء بكثر الظلام ادعي لو ما تشبي. صالح حاضر حاضر ادعي لي يا جماعه ودي تعالوا يا اخو ابراهيم اسمعوا يا اخو ابراهيم انا ادعيكم بعد ما بلغونا إن هذا ليا به مشاكل وقلاقل أشيكم فتحوا عيونكم وادعوا حذرين. وانت أنت بعرفة وبطل البعثات مع المحادث تمام؟ والله والله لو يبعدهم لا يفعلوا بنا. المهم إحنا هنا ساعة مولبة فالحين أخرجوا كل واحد بعد عمله بس كذا تكتف لأجل لا يتلوه لكم. ها نعم يا جماعة هو أفضل نردت كل واحد من جانبه ونغلق عليهم ونسكرنا من الداوي والهدى وهذا ونخرجهم ساعة وهيك
مالك ماشي فاضي جني فاضي أرض هيا بالك فاضي أرض تكنت يا رجل انت كنت انا وريا اتصيح عادك تصيح يا قليل الحياة قليل الحياة عنك يرهدم عليها راسك يا محمد يرهدم عليها راسك يا محمد يرهدم عليها راسك يا محمد يا جماعة ما يسبب يا أخبرها ما يسبب يا شارش يا شارش يا شارش يا شيطان تعصروا علي يا شارش يا شارش بتعصروا علي هذا هو مدينة يشكي غير عصبوا علي يا شوش عصبوا علي واحد ما قال الشيطان بدون واحد ما قال الواحد ما قال لكم من يوم هذا مدينة أول من الشيطان هذا هو مدبر مدينة هيا نشوة الحكاة عيش برحوية قل كل باب وكل طريق وانتم ادوا الاستاذ محمد وخبرته حفروا لا ما خرجوا وانتم جالس هنا تفعلوا هذا خرج الجماعة من عيونكم احنا ما اسنان السلام عليكم طلبتنا يا شاوش حاضر ما تشتغل أنا الجماعة ها؟ أنا الجماعة انزاروا جماعة والله علمنا عنك والله ما درانا والله ما ما درنا احنا انزاروا وان هربوا والله لا نتيهم ولو من سفارة الدنيا ما احنا عارفين ب ما درانا داخل ما درانا ها
بتمخل علي بالحبس يا عجوز النحس. بين الله حب من صبح الله انتو بتغامزوا وتتهامزوا مش علي انا، وانتو داري عاد تحاكوا ولا عنساعدكم. ما انت حاجة ما نقول يا شاوش. يا عسكري حضر، خذ هذا من قبالي ودك داري ما تفعله بيد مجنن هذا الملعون وحولا زيدوهم من قيدين قيدين. احنا يا شاوش ما فعلنا يا شاوش مالك ما فعلنا. يلا 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 انجلت اخترجت اقبلوا والله ونعمل جماعة جو. خبرتكم يبدا جو. زيدهم من قيدين قيدين للمياه شاوش ما فعلنا ما سوينا. صلي على النبي. ها ماذا حن وصلوا من صدر